مرحبا بكم في فورما. ناشطين الجماعة هون، الجمهور الكل في فورما، بداية أسبوع إن شاء الله تكون موافقة للناس الكل. اليوم 30 جانفي 2017 ظاهرين الناس كلها حاضرين في فورما، إن شاء الله يربي هكا نعدي والحصة نتاع اليوم وهكا نعدي وبقية الأسبوع معكم من الاثنين حتى للخميس، أربع أيام في الأسبوع من 6:30 حتى لثمانية غير بعض. تلقاو معنا الأكتواليتي، أخبار تونس، كل الولايات وكل الأخبار تلقاوهم معنا في المباشر الوطني مباشر، هذه هي الساعة وربع اللي نقترحوها عليكم. بعد شويه باش تكون معنا كيما العاده الاستضافات، وتكون زاده معنا التقارير والربط المباشر. واليوم وصفي ومداك موجودين كل واحد في بلاصه، باش نمشيو مع وصفي حتى نشوفوا حمله لمراقبه السيارات الاداريه بعد شويه، وما زميلتنا ملاك موجوده في مقر نقابه الصحفيين حتى نتحدثوا على المرسوم الجديد، بعد شويه ناخذوا راي النقابه فيه. خلينا نكملوا معكم ونبداو بالاكتواليتي واللي فاتته الاخبار معليه كان يتبعنا في الفقره هذه. موجود معنا ضيفنا غازي معلل المحلل السياسي، حتى معاه نعمل دورة على الأكتواليتي. مرحبا بك سي غازي. مرحبا بك، شنو أحوالك؟ تفضل. مرحبا بك سي غازي. مرحبا. شنو أحوالك؟ الحمد لله. الجماعة قالوا لي شاركتك باش تعمل حس، إيفيدامون شاركتي قاعدة تعمل في الحس، دونك مرحبا بك. بيك عايشك. في المباشر نتاعنا تقريبا الجزء الأول ديما للناس الكل اللي تبع فينا هو الأكتواليتي. برشا أحداث نسق متسارع، باش نبداو بأول خبر يورد علينا من اليوم الصباح، حادث مرور نقولوا أليمة لأنه ديما الحوادث عليها برشا كلام، لي فيرسيون متعدده، لكن الكلام واحد انه حادث جديد اللي كانوا ضحايا الحادث هذايا ساعة طفله اللي توفيت ربي يرحمها وان شاء الله ربي يصبر اهلها، تعازينا لهم الكل. عدد كبير من المصابين، عدد كبير خليني نقول مره اخرى متلامذه، بما انه نتحدثوا على نقل مدرسي وحافله كبيره اليوم كان فيها حادث في جبل الرصاص. ناخذ انطباع اولي قبل ما نشوف الفقره المصوره. اولا نترحموا على التلميذه اللي توفات ونتمنوا الشفاء العاجل للجرحى وتلمذتنا المصابين، وفي الاخير هذه حادثه من جمله الحوادث اللي قاعده تتكرر كل اسبوع او كل شهر وكل في فتره الى اخرى، حوادث مرور مريعه للنقل العمومي. نذكر كلنا الحادث الاليم اللي صار في جبل الجلود بين الحافله جايه من نابل والقطار، اليوم نفس الشيء حافله للنقل المدرسي. يعني للاسف الشديد يعني حاله النقل العمومي عندنا مترديه الى درجه كبيره جدا، وهذا واضح يعني ما يتطلبش يعني تحليل. حاله الطرقات ايضا اصبحت عليها نقاط استفهام كثيره، وايضا يعني حتى يعني الكومبورتمون التصرف نتاع بعض السواق الحافلات وبعض السواق القاطرات. وايضا زاد ما ننساوش انه حتى الحاله او الطريقه اللي تعامل بها المستعملين هذه الوسائل النقل العمومي والتلامذه، واخبار اليوم تقول انه فما صارت نوع من المناوشات بين التلامذه وسط الحافله، والحافله حسب ما سمعنا فيها اعداد كبيره اكثر من طاقه استيعابها. يعني اذا كان شوفوا ثم 80 او 82 جريح، والحافله اقل تقدير فيها 100 او 120 تلميذ، في طاقه استيعاب الحافله ما اعتقدش تفوت ال 50 او 60 تلميذ. صحيح. يعني هذا كل العوامل هذه تعطي بالطبيعه بتجي حوادث اليمه، ولابد الان نعمل وقفه جديه ونعرفوا شنو الاسباب خاصه الاسباب حتى نتفاداو الشيء هذايا. احنا باش نستدعاكم انه تشوفوا معنا تقرير من نشره الاخبار على الموضوع هذايا، حادث اليوم في جبل الرصاص، شوفوه ثم نرجع. وفاة تلميذة وجرح حوالي 80 آخرين هي حصيلة حادث المرور الذي جد صباح اليوم على أثر انزلاق حافلة تابعة لشركة نقل تونس كانت تقل عددا من التلاميذ في منطقة جبل الرصاص بمعتمدية مرناق من ولاية بن عروس. يعني سوء الحظ جاتنا واحدة يعني متوفية، فبني 17 سنة إن شاء الله يعني نترحموا عليها، وبقي الكل لاباس. يعني الثلاثه برك اللي قبلناهم، منهم واحده في الانعاش عندها اصابه على مستوى يعني المخ ان شاء الله لاباس هذيك، وثلاثه عندهم اصابات خفيفه. من الاول الشيفور ثم العجله نتاع الكار تفلق بعيد على قريب كيلومتر هكاك، التلامذه تاعو يعيطوا عليه يدي وقف الكار وقف الكار، الشيفور ما حبش يسمح. بعد بشوي بعد قريب يوصل للرون بوان قال لهم راي الكار سي ما عادش نجم نتحكم فيه. مضروبين وقالت لنا وصلوا 83، خلف الباقي معناه اللي يتفجع ما يحيرش عائلته يروح من غادي معناه.
أسطول لا يستجيب لحاجية أبناء هذه المناطق في نقل سليم وقادر على استيعاب التلاميذ. هذا ما عبر عنه عدد من الأولياء والتلاميذ الذين استاءوا من تردي وضعية الحافلات، خاصة تلك المسخرة لنقل التلاميذ من المناطق الريفية إلى المدارس الإعدادية والمعاهد بجهة مورنيك. الحافلة هي يبعثوها حافلة رثة، من أقدم الحافلات يبعثوهم للتلامذة باش يخرجوا للتلامذة. خلف اثنين دور على أربع مناطق، معناتها وقتاش تعمل ديبار باش تجيب تلامذة في السابعة نتاع الصباح، معناتها تخرج من الكبوتي في الثمانية غير ربع باش يقراوا الثمانية في الواحد. اش باش تولي؟ باش تولي سرعة قشوة. هذيك هي نجر تفلقت عجلة تخل بهم في الجدار، شارت الكارثة. تهز العدد المقاعد 50 60، تهز فوق ال 120 130 تلميذ فوق بعضهم، فهمت؟ يلزم المعالجة الموضوع في المستقبل، نحب نتفادى المشاكل هذه. ثابت أنه ثم حادث، وثم اللي ثابت أكثر أنه ثم مرض السرعة. السرعة منين جاية؟ يا يكون مسايق يا طاهر الفناء في رون بوان، ورزموه عرضوا تراب، حتى في تراب ما كانش كانت بالسرعة كارثة كبيرة. أسباب السرعة توا الأمن قاعد يثبت، إذا كان الفناء طاح يولي أسباب فنية، واللي اللي ما قامش بالمعاينة الفنية هو المسؤول، وإذا كان الفناء مريقل راهو العون جراء. تقادم الأسطول هو أحد أبرز إشكاليات النقل المدرسي، ما أدى إلى إزهاق أرواح الكثيرين من طالبي العلم في انتظار لفتة جدية من وزارة الإشراف لإيقاف هذا النزيف الذي يتربص بحياة أبنائنا. التحقيق يوصل النتيجة، برشا تحقيقات سي غازي في الاخر ما عادش نسمعوا بهم، ما نعرفوش وين يوصلوا. والله هو في معناتها شفناه في تونس منذ زمان، مش من تو. كل الموضوع تحل فيه التحقيق انسيه يتسكر. يعني لابد الان انه نحاولوا نغيروا في منظومه عمليه التحقيق وعمليات التثبت من الاشياء هذه والحوادث هذه. يعني الان حادثه نتاع جبل الجلود اللي صار فيها القطار ومع الحافله جايه من نابل، عند الان اسبوعين او ثلاثه اسابيع الان مازالت ما ظهرتش الحقائق بالضبط عليه صار الحادث. يعني هذا جديد، ما بالك بالاحداث السابقه الكل. يعني الان لابد نغيروا من طريقه تعاملنا مع الاحداث هذه بلجان خارجه عن اللجان الرسميه واللجان اللجان اللي تابعه الوزارات وتابعه الشركات العموميه. لابد من تكون هناك لجان مختصه او لجان من المجتمع المدني او لجان حقوقيين او من برلمان او ما الى ذلك، تكون هي عندها اكثر فاعليه واكثر نجاعه وعندها اكثر اندبندونس اكثر حياديه. لانه في الاخير اذا كان جيب لجنه من ناس من نفس المؤسسات هذه طبعا مش يدافعوا على منظوريهم، مش يدافعوا على مصالح المؤسسه هذه، وصعيب باش يخرجوا المعلومه كما يلزم، حتى على الاقل على المستوى العمومي. يمكن تخرج المعلومه على مستوى الداخلي، لكن على مستوى الاعلام على مستوى الشعب يمكن المعلومه تخش بالضبط. لابد الان نراجعوا المنظومه هذه وتكون عندنا بعد الان بعد الانتقال الديمقراطي اللي عشناه الان وبرلمان منتخب، حتى الاشياء هذه لابد يكون فيها تجديد ويكون فيها نظره ثوريه نوعا ما بين ظفرين. يعني به انت قلتي تحل تحقيق، اليوم زادت حل تحقيق اخر، نحكيوا على هجوم ارهابي في كندا في الكباك بالتحديد. باش نشوفوا للمقالات اليوم برشا، راديو كندا القاعده تتبع باستمرار في كل المعطيات الجديدة اللي تورد عليهم بخصوص الهجوم الإرهابي هذايا. وزارة الخارجية كانت هبطت بيان تقول فيه بلاغ، تقول أنه مازال التحقيق جاري حتى نشوفوا أنه الجالية التونسية اللي موجودة غاديك إن شاء الله تكون بخير. مازال الحقيقة معناش كان فما توانسة وإلا لا في العمل هي هذايا ضحايا هجوم إرهابي في مسجد بالكباك، 6 قتلى و8 جرحى. مرة أخرى سي غازي الإرهاب يضرب، المرة هذه في مسجد، يمكن نتحطوا على إرهاب من نوع آخر. هذا الإرهاب بالمعكوس الأنفير، معناتها بالمعكوس. يعني الآن يعني الإرهاب معناتها في السنوات الأخيرة، خاصة في العصرين الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة، معناتها أصبح مربوط بالإرهاب من طرف الإسلاميين أو ما يقال أنهم إسلاميين أو هذه التنظيمات المتطرفة المشددة إلى الإسلاميين. لكن اليوم أصبحنا نشوفه في إرهاب من نوع آخر، إرهاب ضد الاسلام، ارهاب ضد الاخر، ضد الجاليات الاجنبيه المتواجده في الدول الغربيه. وهذه راهي مش اول مره، يمكن هذه خاطر في الظرف هذايا جات في الظرف هذايا اصبحت اخذت معناتها امباكت اعلامي اكبر. لكن العمليات من نوع هذايا اخيرا صارت منذ اسبوع، عمليه حرق مسجد في تكساس، عمليات كثيره صارت في دول اوروبيه من فرنسا والمانيا وغيرها. لكن اليوم في الظرف الدولي الجديد هذايا وظهور الرئيس الامريكي الجديد والمنع اللي قام به الرئيس الامريكي الجديد من دخول رعايه 7 دول
الإسلامية إلى الأراضي الأمريكية. والآن في نفس الوقت قبل العملية هذه في كندا الوزير الرئيس الحكومة الكندي أعلن أنه قبل لجوء بعض الجماعات من دول إسلامية وعربية لجوء إلى كندا. يجي الحدث هذايا كندا تفاعل يمكن على الكلام اللي قاله رئيس الحكومة الكندي، وكندا تفاعل على الكلام اللي قال به قاله رئيس ترامب. اعتقد انه في هذه الظروف هذه خلت الحادث هذا ياخذ اكثر معناتها صدى اعلامي، لكن هذه مش حادثه اولى، راهي هذه حادثه متكرره، ولكن يمكن الاعلام الغربي ما ركزش عليها كثيرا لانه ما تعنيلوش كثيرا، لانه الجاليه او اللي ماتوا واللي سجدوا في العمليه هذه هم لا ينتميوا للجنسيه الدول هذه. لكن حقيقه الافعال هذه تكررت وتتكرر، ولذلك لابد الارهاب ما عندوش جنس، ما عندوش لون، ما عندوش هويه وليس له دين. به نتمنى انه ما يكونش فما توانسه في العمليه هذه. والله معلومات تقول انه فما واحد تونسي مات توفى الله بيرحمه. يعني هو السته اللي ماتوا في العمليه هذه اخر تقرير صحفي يقول انه زوج جزائريين، واحد مغربي وواحد تونسي، زوج افارقه. مازلنا نستنيو في السلطات التونسية تأكد لنا هل موجود تونسي ولا لا. السلطات الكندية من شوية قالت عملت ندوة صحفية السلطات الكندية وأعلنت على الأسماء، أعلنت على الأسماء، أعلنت على الجنسيات. على الجنسيات. باهي واضح. نمشيو لمقال آخر، الشارع المغاربي لو كان نشوفوه مع بعضنا على الشاشة. نتحدثوا على الملف الليبي، كيف انفلت الملف الليبي من تونس إلى الجزائر ودور الغنوشي الحقيقي، هذا في لاون للشارع المغاربي اليوم. سي غازي معلق. والله هذا الملف هو ملف الساعة الآن في تونس، هذا الملف المهم جدا الآن اللي على الساحة السياسية التونسية. أعتقد هو ملف كبير ومهم واستراتيجي، يخص أمن القومي، يخص أمن الاقتصادي، لأنه في الأخير ليبيا دولة بالنسبة لنا دولة استراتيجية، دولة مهمة جدا. يعني علاقات اقتصادية متاحة معنا مع ليبيا علاقات الآن منقطعة نوعا ما، لكن في العشرية الأخيرة وحتى بعد الثورة كانت علاقات مهمة جدا. اهتمامنا بالملف الليبي كان نوعا ما في الثلاث سنوات الأخيرة وأربع سنوات الأخيرة كان نوعا ما في نوع من الاضطراب، في نوع من الضعف. أعتقد الآن بالمبادرة اللي أطلقها رئيس الجمهورية يعني تصبح الملف هذا مطروح على الساحة بقوة. التدخل حسب المقال أنه السيد راشد الغنوشي الآن يقوم بوساطات، اللي مقلق في العملية هو مش وساطات السيد راشد الغنوشي، المقلق في العملية أنه المقال اللي صدر في جريدة الفجر الليبية يوم الجزائرية يوم السبت، والسيد راشد الغنوشي يصرح يقول أنه بتكليف من الرئيس الجزائري بوتفليقة، هذا نوع ما من المقلق. يعني التداخل ما بين الداخلي والخارجي، التكليف هل هو يكون من الداخل أم يكون من الخارج، هذه اللينيونس ما بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية. هذا هو لابد الآن نقف عنده ونحدد ما هي حدود كل طرف في هذا الموضوع، لأنه في الأخير هذا ملف هو ملف خارج للسياسة الخارجية التونسية، ونعرف حسب الدستور التونسي السياسة الخارجية هي من مهمات رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية. لذلك لابد أن يكون هناك بيان واضح وصريح من رئيس الجمهورية يبين هل فعلا السيد راشد الغنوشي وقع على التكليف أو لا. نفس الوقت لابد يكون هناك بيان من حركة النهضة ليعطينا صورة ما هي أهداف حركة النهضة. مازال حركة النهضة ما أخذت حتى موقف، ما وضحت حتى شيء في المسألة. هو الملف هذايا معناتها ناقش داخل مجلس الشورى في الويكاند هذايا في اجتماع مجلس الشورى حركة النهضة. ما صدرش بيان واضح، ما صدرش كلام صريح. يعني السيد رفيق عبد السلام تكلم في إذاعة خاصة اليوم وأعطاه بعض المعلومات يعني نوعا ما تبين عليه صارت هذه اللقاءات، لأنه السيد راشد الغنوشي انتقل إلى الجزائر، التقى بالسيد رئيس بوتفليقة، ثم جاء رجع إلى تونس، ثم أتى مستشار رئيس الجمهورية الجزائري جاء إلى تونس والتقى بالسيد راشد الغنوشي، وكان في اللقاء أحد السياسيين الليبيين المعروفين سيد علي الصلابي. هذه اللقاءات ماذا أثمرت؟ ما هي نتائجها؟ هل هي تؤثر على المبادرة التي قام بها سيد الجمهورية في لم الشمل بين الليبيين، أو أن تبدأ بلم الشمل بين الدول الإقليمية، أم هذه المبادرة هي بمنأى على هذه أو هذه الحركة اللي قامت بها حركة النهضة مع الطرف الجزائري هي بمنأى على المبادرة التونسية الجزائرية المصرية؟ هذه أسئلة لابد يجيب عنها أولا حركة النهضة وسيد راشد الغنوشي في بكلام صريح، ثم لابد للرئيس الجمهورية أن تكون لها يعني مواقف واضحة من هذه الموضوع، لأن الموضوع أعتقد أنه موضوع استراتيجي وحيوي ويهم أمن القوم بدرجة أولى. واضح. من المواضيع زاد اللي تحطوا عليها برشا هي التعيينات الأخيرة في صفوف المعتمدين. سيد محسن مرزوق في مقال صحفي نلقاه يتحدث على تعيينات بمحاصصة حزبية أنباء تونس كابيتاليس. محسن مرزوق، تعيينات المعتمدين تمت على أساس المحاصصة الحزبية، توافق سي محسن مرزوق على الحديث هذا وإلى لا؟
هو ما يتطلبش يعني اكثر من تقرا الليستة باش تعرف انه الناس هذوما ينتميوا الى احزاب معينه، وخاصه احزاب الائتلاف الحاكم من حركه النداء، حركه النهضه، الحزب المبادره، المسار، افاق، يعني هذا هو اللي صاير. لكن السؤال هو هنا، هل التعيينات هذه عندها اشكال قانوني او لا؟ لانه نعرفوا انه في القانون التونسي، في قانون الاحزاب، يمنع المنتمين لاحزاب معينه ان يكونوا في مناصب مثل معتمد او والي او في الجيش او في الشرطه. هذا من الناحيه القانونيه. من الناحيه الثانيه، الناحيه المهنيه او الكفاءه لهذه الاشخاص لتولي مثل هذه المناصب. يعني هل فعلا يعني كما يشاع الان انه عديد منهم لا يمتلك القدره ولا يمتلك الكفاءه العلميه او حتى المؤهلات العلميه الكافيه لكي يتولى منصب مثل هذا؟ هذه اسئله لابد يقع الاجابه عليها. واعتقد انه اللي سمعناه انه لغايه هذه الساعه رغم صدور هذه القائمة لم يقع يعني إبلاغ الولايات ببرقيات رسمية بإبلاغ أنه وقع تعيين هذا المعتمدين رسميا. أعتقد أن القائمة هذه سيقع مراجعتها لأنه كثر عليها الحديث وكثر عليها اللغط، وأعتقد في القريب العاجل في الأيام القادمة سيقع مراجعتها لعدة أسباب. أولا لسبب أنه عديد الأسماء اللي طرحت عليها إشكاليات من ناحية العلمية، وحتى بعض الأشخاص عليهم إشكاليات حتى أمنية. من ناحية ثانية التعيينات هذه بمعنى الحزبية ما بين ظفرين لابد يقع مراجعتها، لأنه احنا قادمين على انتخابات بلدية وانتخابات جهوية خلال السنة القادمة أو نهاية السنة هذه، ولذلك التعيينات هذه لابد أن تراجع، لأنه الناس منتمين إلى أحزاب معينة في أماكن معينة ممكن يأثروا على الانتخابات بطريقة مباشرة وغير مباشرة. نذكر كنا لما صارت الانتخابات في 2014 كيف كانت الناس كل تنادي بانه تحييد الاداره لانه قادمين على انتخابات. نفس الشيء الانتخابات راهي التشريع الجهويه والبلديه راهي بنفس اهميه الانتخابات البرلمانيه، لانه الدستور التونسي ينص على انه المجالس الجهويه والمجالس البلديه لها من السلطات ما يجعلها سلطه فعليه على المنطقه هذيك اللي هي منتخبه باسمها. يعني باهي احنا باش نرجعوا شويه للملف اللي كنا تحدثنا فيه، الهجوم الارهابي بالكباك. اذا كان حاضر التليفون ناخذه معنا زميلنا محمد مقيم في الكباك معنا مباشرة حتى ناخذ معاه آخر التفاصيل وآخر الأخبار حول الهجوم الإرهابي اللي صار في الكباك. كما قلنا 6 قتلى 8 جرحى، هذه هي حصيلة الهجوم هذا. مساء الخير محمد، مرحبا بك مباشرة على الوطنية. ألو، مرحبا. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك أختي. ناخذ من عندك محمد اخر الاخبار اللي تتوارد على وسائل الاعلام، انت غادي موجوده على عين المكان، اعطينا اكثر تفاصيل حول الهجوم الارهابي هذا. بالفعل يعني اليوم عموم الجاليه التونسيه العربيه الجاليه المسلمه وعموم يعني الكنديين اصيبوا بالصدمه امام هذا الحادث يعني الخطير، وهذا الحادث النوعي اللي تعرفه الكباك تعرفه كندا عموما. يعني في الحقيقه لم تشهد الكباك منذ سنين مثل هذه الحوادث، وخاصه الهجوم على دور العباده. اخر التطورات اللي صدرت انه اليوم في اللحظه هذه تم توجيه تهمه يعني القتل الى هذا الشاب الكبيكي الكندي الكسندر بيسونيت، وهو طالب في الانثروبولوجيا والعلوم السياسيه في جامعه لافال بمدينه الكباك، كيباك سيتي اللي هي عاصمة مقاطعة كيباك. في الحقيقة اليوم كنت على عين المكان مش في مدينة كيباك سيتي لكن في مدينة مونتريال اللي هي أكبر معقل للجالية العربية المسلمة. يعني تم يعني وضع سيارات أمن أمام عموم المساجد في مدينة سان لوران، وهي مدينة معروفة بتواجد عربي مسلم كثير، وكذلك لبتي ماغراب المغرب الصغير حيث يوجد العديد من دور العباد هناك المساجد. تم وضع يعني آليات وتم وضع يعني سيارات شرطة لمراقبة يعني الوضع و يعني حماية هذه الدور من بعض العمليات الأخرى أو إلى غير ذلك. محمد نستسمحك انه اذا كان عندك توضيح حول جنسيات الضحايا، سي غازي هوني في البلاتو يقول انه وسائل الاعلام الكنديه اكدت انه فما تونسي ما بين الضحايا. فما تونسي الله يرحمه، فما تونسي اسير الجنوب التونسي معروف لدى الجاليه التونسيه، يعني تم يعني التاكيد انه هناك تونسي، هناك جزائريان ومغربي واثنين افارقه على ما اعتقد يعني من جمهوريه مالي. ربي يرحمه. وهناك يعني 8 الله يرحمه، ثم توانس ايضا في الجرحى، هناك 5 في حاله حرجه، وهناك 3 في حاله حرجه للغايه يعني بين حياه وموت، والبقيه يعني مجرد يعني جروح.
شكرا لك محمد، نشكرك برشا على كل هذه التوضيحات. ان شاء الله نتمنوا انه جاليه تونسيه تكون بخير، ربي يرحم السيد اللي قلنا انه جنسيته تونسي وتوفى اليوم في الحادث هذايا، ان شاء الله ربي يرحمه. انا باش نمشي اذا كان عندي نقطه خارجيه حاضره، اذا كان ملاك موجوده معنا من مقر النقابه بعد شويه. به نختم بمقال اخر من تونيزي تيليغراف، حديث على اطفال للايجار، عنوان صادم اذا كان نشوفوه معنا على الشاشة، أطفال للإيجار. هوني حديث على تجارة للأطفال، تجارة بشر. ممكن الحديث هذا على موضوع هذا في تونس سي غازي، نقعد ساعات ويعاود يطفو الموضوع هذا على السطح ونتحدث فيه. شوف راهو الوضعية الاجتماعية اللي وصلنا لها في تونس الآن في 2016 أول 2017 وضعية اجتماعية تعيسة جدا، خلينا نقول الأمور كما هي، يعني وصل درجة الفقر أصبحت يعني كبيرة جدا، درجة الخصاصة كبيرة جدا، يعني لو تتنقل داخل الجمهورية وحتى داخل أحياء داخل العاصمة تشوف حالات يعني من الفقر ومن الخصاصة كبيرة جدا. والناس الآن في هذه الظروف الصعبة في هذه الحياة اللي أصبحت يعني متطلباتها كبيرة جدا، الناس ولات تفكر بأي طريقة للبقاء على الحياة، مش حتى للعيش بطريقة محترمة. لذلك الأطفال الشوارع ومتاجرة بالأطفال ومتاجرة بالأعضاء، وهذه كلها ظواهر لابد أن ندرسها بجيدا، لأنه هذه الظواهر تعطينا فكرة جيدة على من خلال متابعتك سي غازي للمشهد، هل تشوف أنه فما مجهود قاعد يتقام في الموضوع هذا؟ الدولة قام بدورها، فما جمعيات مجتمع مدني تنشط في هذا وإلا لا؟ ما نتحدث عليه كان وقت اللي تصير مشكلة. للأسف الشديد أنه الدولة كدولة كمؤسسات دولة جهدها مازال ضعيف وضعيف جدا. أكيد المجتمع المدني ثم بعض الجمعيات تهتم، لكن الجمعيات مستحيل تغطي دور الدولة. الدولة هي التي عليها الجهد الكبير وعليها أعتقها أن تقوم بالعمليات، أنها تتلاها بالأطفال تتلاها بالعائلات المعوزة. لكن للأسف الشديد يعني نشوفه أنه مازال الدولة بعيدة على على على, على هذا الشيء، لأنه يعني الوضع صعب جدا، المشاغل كبيرة جدا، ما فماش هناك التركيز، ما فماش هناك يعني عناية ودراسة جدية للوضعية هذه. لذلك انتشرت الأشياء من نوع هذايا، وللأسف الشديد ممكن تنتشر أكثر كما انتشرت بعديد الظواهر. يعني حتى يعني أنا لا استبعد من ظاهرة الإرهاب متأتية أو على الأقل مستوحات نوعا ما من الظواهر هذه، يعني الفقر والخصاصة والتهميش والعائلات اللي أصبحت الآن متفككة نوعا ما. يعني حتى الارتباط الاجتماعي ما بين العائلات التونسية أصبح ضعيف وضعيف جدا، ولذلك نشوف هالظواهر هذه ماشية وتنتشر. أولا لابد من الدولة تقوم بدورها، وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بدورها، ثم المؤسسات المجتمع المدني، ثم أيضا المجتمع بحد ذاته، الترابط الاجتماعي لابد أن يعود كما كان في من سنوات خلت. يعطيك الصحة سي غازي اللي كنت موجود بحضينا اليوم، هذه أبرز المقالات والحديث اللي جلب الانتباه من خلال كل وسائل الإعلام. أنا نشكرك برشا اللي كنت موجود بحضينا اليوم. نمشي مع بعضنا باش نستقبلوا ضيف ثاني. شكرا لك سي غازي، يعطيك الصحة، يعيشك. بعد شوية باش يكون معنا حاضر في البلاتو السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية سيد مبروك كرشيد. لكن خليني نذكركم أنه كل برامجنا وكل حلقاتنا تنجموا تلقاهم على الصفحة الخاصة بالوطنية، سواء تدخلوا على صفحة الفيسبوك التلفزة الوطنية، وإلا زادة تنجموا تلقاو الوطنية ريبلاي على اليوتيوب، تلقاو كل الحلقات نتاعنا، تنجموا ترجعوا تعاودوا تفرجوا فيهم وتشوفوا ضيوفنا اللي كانوا معنا. كما قلنا باش نتحدثوا على الأملاك المصادرة، باش نتحدثوا على أراضي الدولة، وباش نتحدثوا في برشا مواضيع أخرى مع ضيفنا كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية سيد مبروك كرشيد. مرحبا بك. مرحبا بك. شنو أحوالك؟ لاباس، يعيشك، تفضل، مرحبا بك. شنو أحوالك؟ بداية أسبوع إن شاء الله تكون موافقة. أنا من البداية قلت إن شاء الله تكون فما برشا حركة يظهر لي في الوزارة، هي ما عادش وزارة كتاب الدولة. إن شاء الله نجتهدوا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. به أنا بعد شوية باش نمشي للوصفي إذا كان حاضر معنا في نقطة خارجية، ونستدعاك سي مبروك أنك تكون موجود معايا حتى نشوفوا الخدمة اللي باش يقوم بها وصفي بعد شوية في المباشر. لكن خليني نبدأ معاك بسؤال أنا شفت الحقيقة أنك جاوبت عليه، كان عندك باساج عنده توا 3-4 أيام مع زميلنا حاتم بن عمارة، وسألك سؤال بديهي ومنطقي، هل كتابة الدولة لأملاك الدولة تعرف قديش أملاك الدولة، وهل عندكم حصر كامل وواضح لأملاك الدولة؟ أنا باش نعاود نسألك نفس السؤال ومن بعد نبنيو عليه حوار. شوف يعني الادعاء بأن عندنا حصر دقيق وواضح
لأملاك الدولة ما هوش مش صحيح. وهذا عنده أسبابه. أولا أن ملك الدولة متنقل مش ثابت. ما عندناش أملاك دولة كونستانت ثابتة. لأن الدولة تعاود تشري من المواطنين والدولة تنجم تبيع زاد. إذا فما حركة متاع معناها ذمة مالية للدولة مش مستقرة بطبيعتها وبطبيعة الخدمة متاع أملاك الدولة. احنا كي نضطروا ننتزعوا ونشروا من المواطنين وندخلوه الملك الدولة ذاك يضاف. المشكلة وين في عندك؟ القيام بما تسمى بالخارطة العمومية لأملاك الدولة. الخارطة العامة لأملاك الدولة. علاش ما تمش؟ يعني ما تمش هالخارطة هذه؟ ما تمش لأن هذه أسباب تاريخية. كان المفروض دولة الاستقلال الأولى تعمل شيء هذا. ربما فيها بعض أسباب تتعلق بأن ملك الدولة دي ما كان نوع من التصرف المطلق للسلطة. ما كانش فيها تشاركية. ما تلقي أن ملك الدولة دي ما أثار ضجة حوله. من هنشير رنفضة بتاع خير الدين باشا اللي يعرف تاريخ تونس لليوم. تاريخ القيام ضد السلطة في تونس كان في شيء كبير منها تاريخ قيام ضد الاستبداد بالمال العام. ومن ضمن عناصر هذا كان في مستعمر كيجال تونس استغل الضيعات الكبرى لتونس واستولى عليها. في عهد الحكم البايات انشأته أيضا فما إقطاعيات كانت تعطى في إطار محاباة. في عهد آخر حكم بن علي أيضا فما نوع من الاستغلال المتعسف للملك العام. بالتالي تاريخ تونس كان فيه برشا دور الدولة في هذه الكل. سامحيني هذا باش نجاوبك. إذا معناها احنا لقينا رواحنا في وضعية عدم وضوح تام أمام أملاك الدولة. أنا باش نسألك وجاوبني بكلمة من ثنين سي مبروك. عدم الوضوح هذه في أملاك الدولة اللي هي أملاك شعب اللي هي أملاك بلاد اللي هي رقم بآلاف المليارات قد يقدر، هل هذا كان بتقصير أم بتواطؤ من المسؤولين المتعاقبين على وزارة أملاك الدولة اللي هي توا نتحطوا على كتاب الدولة؟ يعني بتقصير أو بتواطؤ أنا ما نحبش ندخل في النوايا. أنا نحب نعمل كونستال ما هو موجود باش نكون محايد وأنا ما نحب نتجنى على حد حد. لأن حتى الناس اللي في عهد بن علي ولا في عهد سعود سابقة بالقانون بالأوراق اللي عندك سي مبروك وأنت بالتكوين الأصلي محامي تحكي بالأوراق وبالأدلة النتيجة اللي قدامك في الدوسيات اللي لقيتها. لكن أنا سامحيني أول من أعطاني الفكرة بأن علي أن أنطلق فورا إلى إحداث خارطة رقمية لأملاك الدولة أحد وزراء الذين كانوا في عهد بن علي ناديته وسمعته وجلست معاه قلت له لو أنت وعلاش ما عملهاش هو كي كان على كرسي الوزارة؟ سيادتك نجم تديها وتسأليها ما أنا نعطيك الحقيقة كما هي. بس سألتوش السؤال هذا كي أعطاك الفكرة؟ لا أنا ما نحبش حتى كان سألته ما من من ما جلس بالأمانات ما تعطينيش تفاصيل. بارك الله فيه. أنا ناديته وأعطاني عصارة تجربته. إي مش نحب منه أكثر. بالتالي عيطت له وحكيت معاه واحد زوز على ناديته وهم اللي أعطوني النصيحة هذه وانا انطلقت فيها وقلت ان الموضوع هام وهام جدا وعلينا ان ننطلق فيه. ليش؟ حتى نضمن شفافيه التعامل على الملك العام. مش معناها راه ما عندناش حصر. مش قاعدين نخدموا والدوله والمؤسسات نتاع وزاره املاك الدوله ما تخدمش. تخدم لكن خريطه محدده واضحه ومحصوره كما طرحتي السؤال سيادتك هذه مازال ما توجدتش وهذه عمل جبار. واحنا انطلقنا فيه ابارتير دو 1 جانفي 2017. باه انا نستدعاكم نمشوا في نقطه مباشره. زميلنا وصفي كما العاده موجود في الشارع التونسي. وصفي مساء الخير، نلقاو معاك دوريه، نلقاو معاك سياره اداريه. يبدو انه العمل على السياره الاداريه والاستغلال نتاعها كيفاش صاير دوره مراقبه هذه وصفي؟ مساء الخير فاتن، مساء الخير لكل مشاهدي الوطنية مباشر. هذه هي الوطنية مباشر تقريبا الأول مرة باش نشاهدوا عملية المراقبة الإدارية للسيارات الإدارية. يعني هذه إدارة تراقب في إدارة، طبعا نعرف أسطول كبير وحجم كبير من السيارات الإدارية في جميع أنحاء الجمهورية يقدر تقريبا بما يفوق 780 ألف عربة. يعني هذا مو مجموع السيارات والعربات الإدارية كلهم اللي جولوا في مختلف الوزارات ومختلف الإدارات في كل جهات الجمهورية. طبعا الأسطول الكبير هذا لازم مراقبة لأنه نعرفه هو يعني من العام من المال العام
عفوا. طبعا تقريبا المراقبة تكون على 56 ألف فقط، لأنهم البقية بتمش مراقبتهم مثلا الحافلات أو المجرورات والحاشنات والشاحنات الكبيرة، يعني هذوما يعني متمش مراقبتهم. طبعا الدورية اللي نشوفوا فيها تو تخدم على المباشر بمرافقة وبمساندة من أعوان شرطة المرور، نوجه لهم تحية كبيرة. باش حكينا على الدورية هذه وبعض الأرقام الخاصة اللي باش نكتشفوها لأول مرة على الوطنية مباشر. سي علي بالحاج خليل، مرحبا بك سي علي. عايشك سي علي هو المنسق العام. سي علي تقريبا نشوفه في المراقبة هذه، لو تعطينا حجم الدوريات اللي تعملوها وحجم المخالفات اللي تلقاوها. في البداية حبيت بربي نصحح رقم يعني يخص أسطول السيارات الإدارية في تونس، يعني متاع الإدارة التونسية، هو حوالي يعني عندنا حوالي 90,000 يعني سيارة إدارية، الرقم منهم قرابة 56,000 يعني هذوما اللي فيهم يعني سيارة وجه السيارات الوظيفية. بالنسبة للمراقبة يعني حبيت نعطي فكرة سريعة على نظام المراقبة على السيارات الإدارية. يعني عندنا في تونس 11 فريق نتاع مراقبة مشتركة للسيارات الإدارية، دونك ما بين وزارة أملاك الدولة ووزارة الداخلية، يعني شرطة المرور وحرس المرور. فما زوز فرق مازلنا كيف عدنا تركيزهم مؤخرا، يعني يهموا ولايات نابل وزغوان وصفاقس وسيدي بوزيد يعني. لكن لاحظنا يعني احصائيا في خلال الصيف الاخرى وقبل شويه لاحظنا ارتفاع يعني نسبي في نسبه المخالفات، وهذا خلانا يعني خاصه بعد ما جات يعني حكومه الوحده الوطنيه، خلانا يعني السيد كاتب الدوله اذن باطلاق حمله يعني مكقبه على السيارات الاداريه، انطلقت يعني بعد عيد الاضحى المنقضي، يعني ومكنت يعني من الحط من نسبه المخالفات من حوالي تقريبا 13% يعني عند بدء الحمله الى حوالي يعني 5% حاليا. يعني بفضل هذه يعني الارقام هذه يعني توصلنا لها بفضل يعني يعني مساهمه ومجهود الفرق يعني على الميدان وكما تشوفوا يعني لخيان. سامحني سي علي باش نستقبل بحذايا سي واصل بالغربية. سي واصل هو اللي عنده الاحصائيات نتاع يعني المخالفات، تقريبا نشوف فيك تسجل في عديد المخالفات وفما مخالفات نوعيه، لو بصراحه هذه من الحاجات المهمه اللي لازم الساده المشاهدين يعرفوها والمواطنين واللي يستعملوا السيارات الاداريه، شنو هو اهم المخالفات ونوعيتها اللي سجلتوها؟ والله كما ترى اولا نحب ناكد انه الفرق تعمل في كل الاوقات. اليوم عندنا حمله بولايه تونس، راقبنا حوالي 50 سياره اداريه وسجلنا 3 مخالفات فقط، لأنه لاحظنا منذ مدة أن نسبة المخالفات في تراجع ملحوظ. فما زوز مخالفات شكلية تتمثل في عدم توفر وثائق، وفما مخالفة نعتبروها جسيمة باعتبار أنه المعني بالأمر يستعمل في السيارة الأغراض الشخصية وينقل بها في عائلته وزوجته معاه. نحن لاحظنا أنه الوتيرة بتاع المراقبة قاعدة تتطور من شيئا فشيئا، ونسبة المخالفات وحتى عدد السيارات في الشوارع الإدارية قاعد ينقص، وذلك باعتبار انه الناس اليوم معناتها مستعملي هذا الصنف من السيارات من الاداريين اصبحوا يعرفوا انه الرقابه هذه قاعده بالمرصاد للتصدي لكيف التجاوزات والمحافظه على الملك العام. سامحني اجرائيا شنو مثلا تو سجلتوا له مخالفه لهنا ومن بعد التبعات الاجرائيه شنو هي؟ هو نحن المهمه نتاعنا اولا تمثل في معاينه المخالفه، اذا كان لاحظنا انه السياره معناتها قامت مخالفه نحرروا محضر في الغرض نحيلوه على هيئه الرقابه العامه اللي هي بدورها تحيله للإدارة متاعه وتتخذ الإجراءات التأديبية ضده وترسلنا وتعلمنا بهم، وهيئة الرقابة العامة عندها الحق تثبت في مدى تنفيذ العقوبات ضد المخالفين. إجماليا تقريبا مثلا 2016 قداش على مدة عام كامل قداش سجلتوا المخالفة؟ والله بالنسبة للفريق الأول المخالفات سجلناهم في حدود 300 مخالفة على قرابة تقريب 6000 سيارة رقبناها، معناتها الرقم وصل حوالي 5% اللي نحن في بداية الحملة اللي طرقت في سبتمبر كان في حدود 13%. يعطيك الصحة، شكرا ليك فاتن. وتجدر الإشارة أن أول سيارة تقريبا تمت مراقبتها هي سيارة التلفزة الوطنية. شكرا لكل الفريق العامل
كذلك شكرا لأعوان شرطة المرور، السيارات الإدارية اللي تمر اليوم الليلة من هنا كلهم باش تم مراقبتهم. شكرا مرة أخرى فاتن، يعطيك الصحة وصفي، نتمنى نكونوا أموركم واضحة ولوغدغ دوميسيون مصحح والدنيا كلهم ريقلة. خدمة كبيرة قاعدة تصير، يظهر لي هذا هو اللي خلى العدد يتراجع. نعود نأكدوا من 13% بعد الثورة، هذا هو رقم المخالفات بالنسبة للسيارات الإدارية بعد الثورة. بعد الثورة، بعد الثورة ما نعرفش. لا لا 13% عندما مسكت حكومة الوحدة الوطنية. واضح في فترتك أنت. توا رقم تراجع إلى 5% اللي هو نفس الرقم اللي كان قبل الثورة. قبل 14 جنفي. قبل 14 جنفي. بالمناسبة بربي فرصة. لأن كل أعطاك كل ذي حق من حقه. أنا نشكر شكر جزيل الإدارة التونسية. والأعوان الموجودين من بن قردان إلى غاية بن زرت. وضم قاموا بعمل كبير جدا. هذه مقاومة نوع من الفساد رو. وهذا نوع من الاستبداد بالمال العام ونوع من السيطرة على المال العام، وأنك تأخذ رزق الحاكم وتتصرف فيه تصرف الملك في ملكه، وهذا مش معقول. هذا قاموا بعمل جبار في 4 شهور نرجعوا الانضباط الإداري إلى مستوى ما كان عليه قبل 14 جانفي. رأي عملية غير مسبوقة، وراو هذا عمل شاق وجبار وضم ناس خدموا خدمة كبيرة. أنا نحب نحيي موظفي وزارة أملاك الدولة، أعضاء هيئة الرقابة، ال11 فريق الموجودين، أحسن فرق جديدة عاودة ركزوهم في زغوان وفي بوزيد سيدي بوزيد. بالتالي راو عمل هذايا أنا اعتبرته نوع من النجاح الذي حققته الإدارة. أنا أعطيت القرار السياسي الصحيح. طيب نتحدث على 5% مخالفات، وقتاش نجمو نحكيو على 0%؟ لا يستحيل 0% مش يستحيل. 1% ان شاء الله ممكن. هو راهو في الظروف العاديه 5% رقم جيد جدا، معناها وضعيه الاداره التونسيه قبل 14 جانفي كانت جيده جدا. اي لا في الرقابه صحيح. لا شنو الحقيقه كانت فما رقابه موجوده وجيد. وانا راهو وين نمشي الاداره نسالهم نقول لهم قداش كنتوا تخدموا في الملف في الشهر قبل 14 جانفي؟ اي يجاوبوني نخدموا في كذا. وتو قداش تخدموا؟ نلقاها ضعفين ولا معناها اقل مرتين ولا ثلاثه. نقول لهم مطلوب منكم في 3 أشهر انكم ترجعوا الى درجه ما كنت عليه قبل 14 جنف، بعدها نبدو نطوروا. بشوية. إذا كان ما نرجعوش إلى طريقة العمل اللي كانت موجودة على الأقل ونسق العمل اللي كانت به الإدارة تشتغل قبل 14 جنف، راهو ما ننجحوش. يلزم نبدو من غادي، نحاولوا نرجعوا الإدارة إلى ما كانت عليه من الانضباط. والإدارة التونسية عندها المقدرة وعندها إمكانية الانضباط. وأنا لاحظت أن الموظف التونسي عنده لي بون ريفليكس وقادر على الاستجابة. إحنا السياسيين لازم ناخذوا القرار. إحنا السياسيين المشكله جزئيا في نحن، خلينا نكون صادق. يجب ان يكون هناك قرار سياسي واضح للموظف ويقول له برا في الاتجاه هذا، الموظف ينفذ ويعطي المشوره ويعطي النصح، وهذا هام جدا. باهي، انت تحدثت على نقطتين سي مبروك، تحدثت على املاك الدوله اللي مش معقول المواطن يتصرف فيهم وكانهم رزقه، وتحدثت على 14 جانفي اللي هو ولا تاريخ فاصل، معناها ديما نتحدثوا قبل 14 ولا بعد 14. فما تصريح على شمس اف ام كنت قدمته انت، قلت انه بعد 14 جانفي برشا املاك الدوله، وباش نشوفوا التصريح معنا على الشاشه، ولاو يتصرفوا فيها البانديه. هذه التصريح مجرمون وباندية يتصرفون في أملاك الدولة، هذه التصريح لك أنت على موجات شمس اف ام. هل مازال حتى لليوم الباندية يتصرفوا في أملاك الدولة؟ نقصنا برشا الحقيقة. ونحب نشكر زادة، سامحوني الليلة باش نشكر برشا يظهر لي باش تشكر الولاد. لأنك انطلقنا في الحملة في بداية مسك الحكومة الوحدة الوطنية للعمل، كانت برشا ناس تقول زعما ننجحوا في الموضوع هذا، هذا موضوع ما نجح في حد. انطلقنا صارت شويه عركه، تذكروا موضوع جمله في الاعلام ووقع من حديث معنا، ولكن انطلقنا. الساده الولاد انخرطوا. نحب نشكر الامنيين، الحرس الوطني خاصه، الامنيين عموما والحرس الوطني، لان التنفيذ يتم في المناطق الريفيه وين الحرس. الحرس الوطني يبقى ب3-4 أيام وهو مجند بامكانيه كبيره لاسترجاع الاملاك العموميه. عمل جبار قام نقولوا توا رجعنا 12,000 هكتار تزيد من خيرة الضيعات الفلاحية للدولة التونسية. راهو عدد كبير برشا، راهو حجم كبير جدا من العقارات رجعناه في ظرف 4 أشهر. وهذا مهم، شكون قام به هذا؟ جيش من موظفين وجيش من الإداريين وجيش من الأمنيين اللي هما منعوا البندية اللي كانوا حاطين ايديهم على العقار. ايش عملتوا معاهم البندية هذوما سي مبروك؟ فيهم برشا يتحاكموا. الناس اللي كانوا يستغلوا في أملاك الدولة. برشا ملفات حناها للقضاء. وباش تتم محاكمتهم على اساس استرجاع الفلوس اللي ربحوها من استغلالهم لاراضي الدوله. بطبيعه الحال بطبيعه الحال بطبيعه الحال. يعني نحن نعملوا في بطاقات الالزام، نقدروا بالخبراء شنو هو قيمه الاستغلال، نعملوا قضايا عندما يقتضي الامر، نسترجعوا بالقوه العامه وبوسط. لكن ديما نحب نقول
اللي المشكله فينا اذا كان حبينا نخدموا النجم ونخدم، لانه وصلنا مثلا حكاوا لي السيده والي تريانه ممكن معنا وسادة اعضاء الاداره في ولايه تريانه، وصلنا نمشوا الناس مسيطرين على الملك العام نقول لهم احنا املاك الدوله جينا باش نرجعوا املاك. المواطن ولا يستجيب المده الاخيره، يعرف اللي زايد العركه. يقول لك الله يبارك بربي انا ساكن انا وولادي الدار خلوها لي نستغلها من الصيف من كذا والضيع الفلاحيه ننفذوا عليها ونلقوا حلول مع المواطنين. احنا ما عندناش مشكله، ما عندناش نقمع مع المواطن، احنا ليش نسترجعوا؟ كل الامور بكل البساطه سي مبروك بساطة. علاش احنا انت تقولي نمشيو للمواطن يقول يا سيدي خذ الضيعه واعطي مدار، معناتها فما مصيبه. علاش ما صارش هذا في الحكومات السابقه؟ علاش انت تقولي تو عملنا في اربع اشهر؟ علاش عم تقولي عملنا في اربع اشهر اللي ما تعملش قبل؟ علاش ما تعملش قبل؟ نحاسبوا المواطن على استغلاله لملك الدوله وما نحاسبوش المسؤول اللي يسلم في ملك الدوله باش الناس تستغله؟ انت تو تحب تسالني على ما يجب فعله ولا تقييم الماضي؟ الكل لا تقييم الماضي انا الزوز اعفيني الزوز منه محاور يهمني اعفيني منه، تقييم الماضي مش خدمتي. انا خدمتي الاتجاه للمستقبل. معناها كي نلقاو مسؤول ما طبقش القانون نسكتوا ونهضروا قدام. انا نطبق القانون وانا هو ما طبقش ونحترم الخدمه اللي خدمها هو نبني عليها. من المفروض ألور ألور من المفروض من المفروض سامحني سي مبروك ما تسالش انت قانوني وفهمني. من المفروض وقت اللي انسان يلقى انسان ما طبقش القانون يشكي به حتى يتحاسب حتى يجي بعضه يطبق القانون. شوفي اسمع شوفي انت صحيح تقولي في النظر الكلام هذا مش معناها راهو اللي قبلنا ما خدموش، هذه فكره غلطه راهو. اما ربما انا سالت اي اما فما ملفات ما حبوش يفتحوها ولا ما تفتحلش لسبب او لاخر. انا نقول لك راهو كان باش نشكو كل واحد يتعدى قدامنا نشوف المخالفات اللي عنده نشكو به، تو تونس الكل تشكي بعضها. راهو شكايه معناها ما لازمش فاتن نقصوا لها. شوفي احنا عندنا مشكله كبيره اللي خدم بارك الله فيه في الماضي. احنا تو ناويين نقوم بواجبنا لا اكثر ولا اقل. اذا انا ريت ان العقارات الفلاحيه مستولى عليها، نسقت مع سيد الولايات قبل نعملوا في قضايا وقضيه في المحكمه تدوم اربع او خمس سنوات. ينجم يجي مسؤول يقول لك انا ما نعمل ما نمشي ننفذ الا ما يكون عندي حكم في يدي. انا مشيت في اتجاه اخر. تكلمت مع سيد الولايات بارك الله فيهم وخذينا قرارات اخلاء، قرار اداري يمضيه الوالي وننفذه في ظرف اسبوع، هذا يسرع بالعمليه. أي. بعض الساده المسؤولين السابقين ربما يعتمدوا الطريقه الاداريه، يقول لك انا ما نمشي كان في الاداره، كان في الطريق القضائي، يعني هذه اجتهادات، هو شنو يفرق معناها في اخر المطاف؟ هو ساعات عندك تكون عندك دوزه زايده شويه في الكوراج، وهذا مطلوب. انا علاش اقول الموقف سياسي؟ كوراجوز سي مبروك رشيد. انا نعتبر حكومه الوحده الوطنيه كوراجوز. الحكومه هذه كوراجوز. خذينا قرارات في برشا ميادين ومشينا لقدام وهذا واجبنا وهذا واجبنا. لان شوفي ما راهو تونس، انا هذه رؤيتي على الاقل خلينا نقولها بكل وضوح. أي. تونس احنا عملنا انتخابات اولى قلنا هذه فتره انتقاليه. أي. وتو عملنا انتخابات ثانيه. اذا كان ما ترجعش الدوله وما تعودش الدوله وما ترجعش للدوله هيبتها واول شروط عوده هيبه الدوله انها تسترجع املاكها، راهو ما تنجمش تجي المره الجايه وتقع انتخابات اخرى ونقولوا ما هو كيما وقع في الانتخابات الاولى ما تم شيء، المره هذه ما يتم شيء وهكذا دولك تزيد الدوله. لابد تجي حكومه وتقول سنعيد للدوله هيبتها. هذا شعار مطروح في تونس، هذا شعار يجب ان يكون متفق عليه من الاحزاب السياسيه ومن الاداره ومن الاعلام ومن قاده الراي الكل. لابد ان الدوله تعود. الدوله تعود على قاعده القانون، على قاعده السلامه، على قاعده عدم التعسف، ولكن الدولة يجب أن تعود. فما راية اسمها راية الدولة التونسية، فما قانون اسمه قوانين الدولة التونسية. عندما يعود وضم الزوز في كل مكان من تونس أنت تباتي في دارك مرتاحة وأنا بات في داري مرتاح. هذا المساج اللي يلزم نوصلوه الناس كلها مع بعضنا من طرف الإعلام، من طرف السياسيين، من طرف المثقفين، من طرف المواطنين، أن تونس حتى تروح على راي نتاع حسن تطبيق القانون. إذا كان ما نعملوش، هذه مقاربتي الشخصية، هذه مقاربة حكومة الوحدة الوطنية، هذه مقاربة الأنظمة والأجهزة اللي نشتغل معاها، وأنا المقاربة هذه أنا الحق نلقى كل الدعم والتقوية فيها، ونعتبر العمل هذا يجب أن يكون مدعوم، وحتى أنتم الإعلاميين فعلتوا كثيرا مع هذا الموضوع، ونشعر أن فما دعم إعلامي في الغرض هذا. إذا احنا غايتنا هو أن تعود الدولة، لأن الفرصة موجودة. وكي تعود الدولة بالقانون، وتعود الدولة اللامتعسفة، وتعود الدولة اللي تحترم مواطنيها، رانا نجموا نتجهوا ونجموا ننجزوا
العجب العجاب على هذه الأرض المعطاء. باهي مبروك، أنت تحدثت على الأراضي الفلاحية، لكن فما مشكل كبير يظهر لي ما تحلش في تونس، اللي هو التجمعات السكنية اللي تبنيت على أراضي الدولة. الناس هذوما، وعندي رقم هنية نحكيوا على أراضي الفلاحية، لا أعطيوني الرقم اللي فيه 900 وأكثر تجمع سكني مبني على أراضي الدولة، 934 تجمع سكني على أراضي الدولة، شو عملتوا فيهم هذوم؟ هذوما حالات مزمنة تعود إلى الستينات والسبعينات من القرن الماضي، مش اليوم راهو جات. إي عارفين. إحنا سننطلق في المدة القادمة بأقصى سرعة لفض الخلافات العقارية على الملك العمومي بما فيها هذه التجمعات. هذه حرب كبيرة يظهر لي سي مبروك. لا مش حرب، هذا صلح مش حرب. الحرب وقت الإنسان موجود على الأرض وما يعرفش روحه مالك ولا مش مالك. إي. أما الصلح هو أن الدولة والمواطنين يلقوا حلول. الدولة مستعدة أنها تلقى حلول مع مواطنين تملكوا أرض مش متاحة. الدولة شنية هي؟ الدولة في آخر المطاف هي حل مشاكل الناس. إحنا مش نحلوا مشاكل الناس، وهذا تو تسمعوا فيه، والدولة تشتغل والسيد رئيس الحكومة. حتى لو كان يكون تفريط في الأراضي هذه للناس هذوما بطريقة أو بأخرى. في مصطلحات تفريط. ليش تقولي فض وضعيات قانونية؟ التفريط أنا ما نحبوش، أنا ما فرط في شيء. إي فض فض فض. ليش تفريط؟ هذه اللعبة نتاع محامين للمصطلحات هذه. لا ولا لا. يا سيدي فض. أما أنا حبيت نعطي ثقافة أخرى. فض مشاكل قانونية. شبيه. كيفاش؟ وقت اللي نفرطوا في الأرض. فما رجال تعملوا، فما أجهزة الدولة ستشتغل على هذا الموضوع. ما زلتوا ما عملتوش صيام. تجي الوقت هذا تو نعطيكم كل ما يمكن أن يقال في الموضوع هذا. متحفظ على الموضوع هذا توا ما تحبش تقول لنا. ما يصيرش يتحفظ. باهي في عهد بن علي سي مبروك برشا أراضي تم إسنادها بطريقة أو بأخرى بالولاءات بالمحابات بالعلاقات. هل الموضوع هذا لقيته مطروح عندك توا؟ فما ملفات متاع أراضي كانت بالطريقة هذه تعطات المدة الأخيرة؟ شوفي، هو خلينا نكون على عقارات الفلاحية تحدث سيادتك الكل، خل ما نفصل التفصيل به العقارات الفلاحية في مستوى العقارات الفلاحية، لأن تاريخ تونس تاريخ ضيعات، قلت لك من خير الدين باشا وانت جاية. أنا نقول إن القانون الموجود حاليا قانون جيد. وهذا تختم في عهد بن علي راهو، كل حاجة تتقال لما ليها. كل واحد ياخو حقه. كل واحد ياخو حقه، مش لأن كنت معارض ليه وقت اللي كان هو في السلطة. أنا لا، القانون جيد. لكن استعمال القانون في كثير من الأحيان كان سيئا. لأن علاش؟ لنفذوا في القانون يا أما بإرادة سياسية ولا بفساد ولا بغيره يقع. مثلا أن نعطوا عقار من أجل إحيائه ويلزم نعمل فيه سلة معينة، يلزم تكون فيها الفلاحات الكبرى والصغرى وتكون فيه تربية الماشية ويكون فيها الأبقار ويكون فيه الحليب ويكون فيه مش عارف شنو، نلقوا أن ذا العقار الكبير اللي تكراب سعر محدود من أجل الإنتاج الفلاحي بغاية الإنتاج الفلاحي، نلقوه يستغل بستان خاص يولي ضيعة، بستان لفائدة أحد رجال الأعمال ولا لفائدة شخصية معينة في البلاد ولا لفائدة متنفذ ما في طريقة ما. هذا وقت موجود. بن علي هذا توجد، هذا توجد في عهد بن علي وبعد بن علي، بعد الثورة فما ناس عملت، فما حالات ما زالت موجودة على هذا النوع. وهكا علاش نعملوا في مهمات رقابية. أنا جيت معناها من الحاجات اللي بدأت فيها حكومة الوحدة الوطنية احنا والسيد وزير الفلاحة اللي هي مهمة موكول لنا، نولينا نعملوا في مهمات رقابية، يبلغنا المجتمع المدني بوجود خروقات معينة، نمشوا نعملوا مهمات رقابية. راهو فاتن لا يوجد فساد، يوجد ضعف رقابة. هذاك علاش وليت تتنقل على عين المكان؟ لا يوجد فساد، يوجد ضعف رقابة. كي الإنسان يحب يفسد ويلقى شكون شاد له الصحيح وما خليش يعمل فساد، راهو ما ينجمش يعمل فساد. وقت اللي احنا نطفوا عليه الضوء ونسقطوا عليه وما نعملوش رقابة خمس ست سنوات يستغل كيما يحب هو، ونهار تجي الدورية نتاع مملكة الدولة وتجي الدورية نتاع الفلاحة يتصرف معاها بطريقة غير قانونية، لأنه هو ديجا مد عروقه، ولأنه هو عمل علاقات في الإدارة، واللي هو عمل علاقات في الأمن، واللي هو عمل علاقات في المجتمع. إلى أي مدى أنتم قادرين أنكم تعملوا مراقبة على الناس الكل؟ لا، على الناس الكل هذا يعملها كان الإله الخالق. إحنا لابد أن ننظم أجهزة الرقابة. وإحنا ماشيين في تركيز رقابة حقيقي كما عملنا على السيارات. في أربع شهور هبطنا 5%. الآن في رق الرقابة في العقارات وفي الفلاحية وفي عقارات ملك الأجانب وفي غيرها من العقارات اللي يمكن نشتغلوا عليها، باش سنة 2017 احنا عملنا له عنوان كبير في اجتماع عملناه الأسبوع اللي فات اسمه تثمين العقار الدولي. لابد من إعطاء قيمة للعقار الدولي. باش نعطوه قيمة بحسن الرقابة عليه، بمتابعته، بمعرفة
اليد اللي حط يدها عليه ولا تتصرف فيه، هل ترى تتصرف فيه بطريقة سيئة أو بطريقة حسنة؟ إذا لابد من القيام بمهمات الرقابية يوميا، وإحنا نتحدث عن مهمات الرقابية. به أنا نستدعك أنه تشوف معي مقال آخر، تصريح للسيد راشد الغنوشي يقول فيه إمكانية تمليك الأراضي الدولية للجمعيات. دعا رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى إصدار قانون يسمح بتمليك الجمعيات لأراضي دولية، هذا كان في تونس الرقمية 17 أكتوبر 2016. رأيك سي مبروك في الموضوع هذا، هل يمكن تمليك الجمعيات لأراضي دولية؟ القانون الحالي ما يسمحش. وأنا ضد. واضح. به نستدعاك أنه نمشي في نقطة مباشرة قبل ما نرجع نحكي على الأملاك المصادرة. زميلتنا ملاك موجودة في مقر نقابة الصحفيين. مساء الخير ملاك، نتحدث على مرسوم يدعو كل الموظفين كل المسؤولين أنهم يأخذوا تصريح حتى يعطيونا تصريح، حتى يعطيونا معلومة، حتى يعطيونا خبر. هي تعطينا للأصداء وردود الفعل من نقابة الصحفيين على المرسوم هذا. أكيد مرحبا بك فاتن، ومرحبا بكل متابعي الوطنية مباشرة على الوطنية. خليني ننطلق من تعليق لضيفك السيد مبروك رشيد اللي قال اليوم من مسؤولية الدولة إنها تستجيب ولا تكون موجودة وقت اللي يستحقوها المواطنين. إن شاء الله اليوم الدولة ممثلة في رئيس الحكومة تستجيب للإعلاميين اللي بدورهم يستحقوا للمعلومة من مصدر مسؤول باش يوصلوها للمواطنين العاديين. أكيد كما قلت أنت وكما أشرت فاتن، نحكيو على منشور تنظيم العمل بخلايا الإعلام اتصال الوزارات والمؤسسات والمنشآت اللي عمل ممكن أثار حفيظة اليوم الإعلاميين. علاش؟ لأنه اعتبروه نوعا ما تضييق على الحريات. وقت اللي يقول المنشور هذايا عدد 4 بتاريخ 16 جانفي 2017 الموجه لأعضاء الحكومة حول تنظيم العمل بخلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر لها، شنو يقول المنشور فاتن؟ يقول الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام دون إذن مسبق من رئيسي المباشر. كما قلت في البداية هذا ما قبلهوش الصحفيين اليوم اللي يعيشوا في زمن الحريات، معناها وممكن من المكاسب الأساسية اللي خذيناها بعد الثورة إنه اليوم المعلومة تكون معناها هذا هو. في توضيح رئاسة الحكومة تقول لك راهو ممكن تفهم بالغلط المنشور، وإلا معناها الجلبة اللي صارت مش بالحجم اللي كنا نتوقعوه ولا المفهوم اللي وصل للصحفيين مش هذاك هو. رد توضيحي من رئاسة الحكومة تقول منشور ينص صراحة على تمكين الصحفيين من النفاذ إلى المعلومة. هالتضارب هذا ممكن اللي فهمناه اليوم من خلال منشور رئاسة الحكومة، احنا حبينا نتنقلوا إلى الهيكل النقابي لنقابة الصحفيين، وإلى جنبي يلتحق بي السيد يوسف الوسلاتي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين. اليوم أكيد فهمتوا المنشور كما نحن فهمناه كإعلاميين وكصحفيين، أنه على كل مسؤول في الدولة اليوم ما يعطي تصريح إلا ما يرجع بالنظر لعرفاته، خلينا نقولها بالعامية، أو بترخيص وإذن مسبق. موقف النقابة اليوم من المنشور هذا عدد 4؟ هو في الحقيقة احنا تفاجأنا بالمنشور، وفهمنا منذ البداية وأنه فيه تعدي على حرية التعبير وفيه تعدي على حق الصحفيين في النفاذ للمعلومة. بقى حبينا باش ما تكونش ردود فعل فعالية، معناها مواقف النقابة تتبنى على ردود فعل فعالية. طلبنا في البداية من الحكومة توضيح في هذا الأمر، لأنه في الحقيقة جوهر هذا المنشور فيه تعدي واضح على حرية الصحافة ومخالف للدستور ومخالف لحق النفاذ للمعلومة، خصوصا أنه البرلمان صادق منذ تقريبا ربيع السنة المنقضية على حق النفاذ للمعلومة اللي المجتمع المدني بأكمله ناضل من أجل المصادقة على هذا المرسوم. اليوم هذا المنشور منشور غريب، اللي نحب نقوله أيضا وأنه المنشور هذا احنا في البداية قلنا وأنه طلبنا توضيحات من الحكومة، ولكن الحكومة فسرت الماء بالماء، ومن جهة تقول وأنها متعاهدة بحرية التعبير ولن يمس هذا المنشور من حرية الصحافة ومن حق النفاذ للمعلومة، ومن جهة ثانية تطلب من مسؤوليها ومن موظفيها وأن لا يعطوا تصريحات للصحفيين، وهذا تناقض واضح وصارخ، وفي الحقيقة ما يطمئنش الصحفيين، وهو توضيح لا يطمئن الصحفيين إطلاقا. وهنا نحب نوضح في نقطتين. أولا من حق الحكومة وأي حكومة بصورة عامة وأن تقوم بتنظيم الاتصال في داخلها، بأن توكل لبعض الأشخاص بعض المسؤولين في داخلها، توكل لهم مسؤولية التحدث باسمها سواء كان قطعيا أو مركزيا أو غيرها، ولكن من غير المقبول وأن تكون قراراتها وتنظيمها للاتصال
يمس من جوهر حرية الصحافة ويمس من حق النفاذ المعلومة، لأنه المواطن أو الصحفي مطالب، معناها يطالب الإدارة بمده بالمعطيات معناها اللي راها مناسبة للمادة الإعلامية التي يرغب في نشرها، ولا علاقة لهذا الأمر باتصال الحكومة. وبالتالي هذا علاش قلنا أنه معناها، اسمح لي ملاك نحب نقول، وأنه إذا الحكومة تقول هي اليوم المنشور هذا بغية تنظيم الاتصال في داخلها، فأنه في الحقيقة هذا غير صحيح، لأنه فما فرق بين أن تنظم هي الاتصال في داخلها وبين أنها تحرم الصحفيين من حق النفاذ للمعلومة ومن الحصول على المعطيات. لأنه صحفي لما يتوجه إلى إحدى الإدارات من أجل أن يطالب بمثلا صفقة عمومية تمت المصادقة عليها في المدة الأخيرة، من الذي حصل عليه وكيف تم ذلك في إطار مثلا الشفافية والمحاسبة والآخرة، فالإدارة من حقها بهذه الكيفية أن تمتنع عن مده بأي معطيات. وبطبيعة الحال فاتن، ممكن اليوم ثم كم هائل من المعطيات والإشاعات اللي تصدر عن غير الصحفيين، والنقطة هذه اللي حكينا عليها سيد يوسف الوسلاتي، ما لازمش الخلط اليوم بين مصادر رسمية إعلامية وبين الصحفيين ينتحلوا صفة الصحفيين في عدد من الولايات، لأنه الوقت ما يسمح لناش. نحب نرجع لك الخط، لكن قبل نقول للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وفي شخص السيد نوري اللجمي، قالت اللي المنشور هذا يمثل تضييق على الحريات ومخالف لما ورد في الدستور. ينجم ضيفك يعلق على الموضوع بما أنه يمثل الحكومة اليوم؟ أكيد ملك، باش نحكي في الموضوع هذية في البلاتو، ناخذ رأيك سي مبروك. شفنا أنه الإعلاميين الكل بكل هيكلهم اليوم يندوا باللي اعتبروه تضييق على حرية الصحافة، حرية النفاذ للمعلومة وحق النفاذ للمعلومة. اليوم نتحدثوا على إعادة الصورة اللي تعرفت قبل، وهي ضرورة أنك تجيب ترخيص، والمسؤول يلزم يرجع للعرف متاعه المباشر، والعرف أكيد باش يرجع للي فوقه حتى نوصلوا لأعلى على هرم السلطة. ومن بعد الصحافي يضيع المعلومة ويضيع حقه في أنه ينفذلها، وبطريقة أخرى اعتبروا أنه هذا التحكم في نوعية المعلومة اللي باش تخرج للمواطن. ناخذ رأيك على الكلام اللي شفناه توا معنا لك. أنا صديق الإعلاميين وأنا بدي إما الاختلاف لا يفسد للود قضية، لكن خلنا أنا نناقش الموضوع مش كعضو حكومة، مع شرفي أن أكون عضو حكومة، ومش كصديق للإعلاميين كقانون. أي مش نجاوبك بالصفة هذه، ما تسألش عقبلها مني. أنا ما شفتش فيه اللي تكلم عليه سي الوسلاتي. أي شوفي، حق النفاذ للمعلومة نظمه قانون. وقت اللي أنت تجيب باش تحب تاخذ معلومة من خارج قانون النفاذ إلى المعلومة، النجم الحكومة تقول لك لا ما عندكش حق تاخذوها إلا بطريقة النفاذ إلى المعلومة، لأن القانون هذاك الحق لا تولك، هو أنك تنفذ إلى المعلومة بالوسائل التي شرعها القانون. هل من ضمن الوسائل التي شرحها القانون أن سيادتك تمشي الكاتب في إدارة معينة وتأخذي معلومات تتعلق بصفقات عمومية ولا غيرها؟ مو الأبواب تؤتى، المنازل تؤتى من أبوابها. أنا فهمت على الأقل في شخصي أن هذا المنشور ما قال كان هذا، لم أحمل، ممكن طبعا عاود نقراها بعد الليلة، لأن قريت قراءة ونفذت، ما لقيت الشيء كحقوقي، وربما حتى كإعلامي في بعض الأحيان ما من شأن يضيق. ربما تعودنا في السنوات الفارطة على أنه الكوميونيكاسيون سهلة ما بين الإعلامي من جهة الذي يسعى إلى المعلومة وهذا حقه، والموظف الإداري الذي ربما لا يحترم كثيرا التسلسل الترتيبي داخل إدارته اللي حطوا عليه القانون. معنى أنت تعتبر سي مبروك حتى نلخص أنه صحفيين كبروا الحكاية، ما هوش هذا المقصود، هم من حقهم أنهم يكبروا باش ديما تبقى عندها مصدر معلومات من كل جهة. لكن الحكومة ما نعتقدش عندها هذا مشكل اتصالي، لا لا الحكومة ما نعتقدش عندها نية تضييق على الإعلام. الحكومة عندها نية حسن تطبيق القانون لا أكثر ولا أقل. أنا فهمت المنشور هذا في هذا الإطار. أنا باش نقدم شوية في الحوار سي مبروك، لأنه ما عادش عندي برشا وقت. عندي رقم هوني، 750 مليون هو كلفة كراء مقر للمكلف العام لنزاعات الدولة. 750 مليون في العام، هذايا مقر لمية موظف، يعني الموظف متكلف 7,500,000، مش رقم كبير هذايا على ميزانية الدولة؟ أنا مازال موضوع المكلف العام حق ما رقبتوش بالباهي، ربما أرقامك أنت واخذتها بطريقة كما قال المنشور ولا بطريقة أخرى؟ لا لا، مصادر رسمية حسب رئيسة التحرير للبرنامج. أنا مازال ما عنديش معطيات كافية على هذا الموضوع. ما تنجمش تجاوبني عليه. هذا ملف يقعد للمتابعة ونرجعوا له إن شاء الله سي مبروك. باش نختم معاك بنقطة هي وسائل الإعلام المصادرة اللي برشا عندكم حديث عليها، وكل مرة يقولوا باش تتباع مش باش تتباع. نتحدثوا على راديو زيتونة الصباح و
وجزء من شركة كاكتوس وشمس فام، شنو باش يصير فيه الملف هذا؟ شوفي، هو المبدأ العام المبدأ العام معناه أنه الأموال المصادرة تباع. هذا القانون إيش قال؟ جاء القانون الذي نظم المصادرة والتصرف في الأموال المصادرة، قال راه لابد من أن يتم بيع. فما زوج مؤسسات إعلامية على بالي اللي أخذ فيهم القرار من عهد الحكومة السابقة بالبيع، وهما كل من شمس أفهام وجريدة الصباح. يبقى ديما لصاحبة الجلالة حظوتها، ما نتعاملوش معاها في البيع كما نتعاملوا مع عقار. ولا بد أن نتخير وقت معقول ونراعوا جوانب إعلاميين ينشطوا. بالتالي تنفيذ هذا القرار لابد فيه ومشهد إعلامي. وتعرف الصحفيين احنا عندنا قدر خاص للإعلاميين والصحفيين، قادة الرأي نعتبروهم قادة الرأي وعندهم نفوذهم وإحنا نقدروهم ونحترموا هذا في الحكومة وفي وكمدنيين أيضا. بالتالي عملية تنفيذ هذه العملية تتم تدريجيا وبطريقة فيها برش نقاش اجتماعي ما بين المشتغلين في الميدان هذايا وما بين السلطة، ولكن القرار هو البيع. بالنسبة للزوز أخرين، واحد منهم عند القضاء، موضوع عند القضاء، بالتالي احنا توا مش عندنا اللي هو شركة كاكتيس اللي هي معنا شركة إنتاج فيها موضوع تعرفون أنتم أكثر مني ومزمن، ولكن إن شاء الله نلقوا في حلول كما حلول الكل في البلاد. وما والزيتونة يعني إذاعة دينية وربما تكون تطرح الموضوع أنه سيتم دمجها مع الإعلام العمومي أنا بما أنه الدوسي حساس شوية نتحطه على إذاعة دينية. أي إذاعة دينية ربما يكون، أنا في رأيي الأصوب هو أن يتم نلقوا شكل قانوني لي إضافتها إلى المؤسسة العتيدة اللي هي الإذاعة التونسية. الإذاعة التونسية. باهي نختم بمسألة المسكن الأول سي مبروك، حتى هذا موضوع هام برشا، نوضحوا للسادة المشاهدين المحور هذا. هذا موضوع جريء. علاش قلت لك احنا قاعدين ناخذوا في قرارات في حكومة الوحدة الوطنية؟ ما يتعلقش به هذا، ما يتعلقش بالملكية، أما يتعلق بقرار حكومي. وهذا موضوع هام. هو الطبقة الوسطى اللي احنا معنيين بها بدرجة أولى، معنيين بالطبقة الشريحة الفقيرة، ومعنيين أيضا بالحفاظ على الطبقة الوسطى. والطبقة الوسطى الحكومة فكرت في هذا الموضوع وصدرت أمر، أو معناها تعرض أمر اللي هو المسكن الأول. الشخص اللي ما عندهش مسكن من حق أن يكون عنده مسكن، ومسكن معناها لائق ومحترم إلى مبلغ محترم. الدولة قررت أنها الاعتماد الذاتي في شراء المساكن الأولى تكون بقرض لا يعود إلا بعد 5 سنوات، وبقرض ميسر بتو ضعيف جدا. يعني يجي واحد يشري مسكن ياخذ قرض من البنك، البنك دي ديجا موجوده، وياخذ اعتماد من الدوله ذيك التصفقه، معناها ال 20% اللي تونس تقريبا كل حير وفيها تدفعهم الدوله في اطار قرض، وفيها مده اكزونراسيون محترمه باش ياخذ بوف دوكسيجين باش يخلص قروضه مع البنك، والدوله تتصبر عليه وتعطيه بقرض ميسر. وهذا عنده هدفين. الهدف الاول هو أن نرجع الأمل للطبقة الوسطى على أنها قادرة على شراء محلات السكنة. وهذا مهم جدا، لأن الإنسان يبقى حياته كل يلهث وراء محل سكنة وما يلقاش، راهو معناه يشعر بروحه دائما مهدد بالكراء وبدفع، معناه مشكلة كبيرة. وثانيا أيضا سيلو باتيمون فا توفا، سيلو باتيمون فا توفا. تونس حاجات نجم تحركها، سياحة كان مشيت وإن شاء الله تمشي في القريب إن شاء الله، وفما مؤشرات إيجابية حسب المعطيات. اثنين، ربك يحن علينا من السماء بأمطار كما قاعد يحن علينا المدة هذه والحمد لله. وثالثا عندما نحرك قطاع البناءات، لأن هذاك تتحرك به عجلة اقتصادية الكل كما قلت لك كما قال به برشا سي مبروك. وقت تخموا في المواطن وتوفروا له اعتمادات، ما زاد راجعوا له شوية أسعار العقارات، خاطر زاد المواطن مش بيخلط ياخذ قرض كبير برشا فيو لسويم تاعو مع العقارات. لا، راهو في الوضعية هذه المساكن الوسطى اجتماعية فما بنوك ملتزمة بدفع 80%. يعني نوفروا لك البنك بتو محترم، ونوفروا لك الاعتماد من الدولة ب 20%، وانت معناها موجود قدامك، الميوني موجود قدامك، تختار العقار اللي تراه في الحي اللي تحب عليه من ضمن المساكن الوسطى في مبلغ معين تصدر بقانون واضح بامر واضح. وبالتالي هذا انا اعتبرها بشرى حقيقيه. راهو اسمعي، راهو في تاريخ التغيرات الكبرى في البلدان تقع اشياء منه هذا. احنا في التسعينات من القرن الماضي كنت تذكري صارت حركه كبرى للاسكان بعد تغيير 7 نوفمبر. الان جينا في مرحله هو
جديدة، تجديد الروح. تجديد الروح بإجراءات تقدمية لفائدة الطبقات الضعيفة والوسطى. استشهدت برشا سي مبروك في قعدتنا اليوم بالعهد القديم قبل 14 جانفي وكأنه مثال يحتذى به. لا أنا كنت معارض ليه، أنا ما نجمش نقول لك الكلام. ما اليوم استشهدت به برشا. ما هو شوفي أنا راني ما نحبش الإدانة المطلقة مش باهية. أراه فما حاجات باهية تمت في العهد السابق، شبيك ما أراه فما قناطر في تونس، وراي فما عمارات في تونس، وراي تونس جميلة راه خذيناها جميلة تونس راه. من ولكن فما ان شاء الله تكون اجمل، ولكن فما خلل سياسي كان موجود دورنا اصلاحه، وانا مع مقاربه ان نشوف القدام نشوف المستقبل. وصلنا لختام موعدنا معاك اليوم سي مبروك، فما برشا مواضيع، فما حتى دي فيديو حبيت نشوفهم، الوقت ما يكفيش. انا موضوع المكلف العام لنزاعات الدوله ذا مصر عليه باش نتحطوا فيه المره الجايه، واكيد الملف باش يعاود يتحل حتى لو كان من خلال فقره مصوره، لانه 750 مليون كري اللي مقر باش 100 موظف يخدموا يظهر لي برشا على الميزانيه. احنا على كل باش نتبعوك، انت قلت ما عندكش فكره على الملف، احنا باش نستناو انه تطلع على الملف ويكون موجود فريق بحذاك ونتبعوا الحكايه. شكرا ليك اللي كنت موجود بحذانا اليوم، ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك، انا سعيد باني نتواجد في التلفزه الوطنيه. مرحبا بك في كل وقت. هذه الام. وثانيا في برنامج نعتقد اللي هو المذيع فيه قادر على ان نتحاور بهدوء والاعداد ليه جيد. شكرا لكم وان شاء الله. شكرا لك سي مبروك، يعطيك الصحه اللي كنت موجود بحذانا، سعيده جدا. يعطيك الصحه، ميرسي بكل فضلك، يعطيك الصحه كلنا. باش نكملوا معاكم ونتحدثوا على القصرين، نهزكم في فقره مصوره، نمشيو للقصرين اللي البارح عاشوا فيها حدث ثقافي كبير برشا. نحكيو على مسرح في قلب جبل سمامه، هوني منطقه حدوديه وين الناس ما عندها وين تمشي، عندها كان جبل قدامها. الفنانين نتاعنا المثقفين نتاعنا جابوا فكره هايله برشا، نخليكم تكتشفوها في الفقره المصوره، ثم نرجعوا نستقبلوا عدنان هلالي اللي باش يحكي لنا على الفكره ذيا، ونخليكم زاده تستناو شويه علي اللي برشا يعرفوه من خلال شبكات التواصل، علولو الشاب التونسي الصغير اللي عمره 10 سنين كهو يغني، باش نسمعوه اليوم وباش نحكيه معاه على الثقافه في المناطق البعيده شويه على قلب العاصمه. نمشيو الفقره المصوره ثم نرجعوا للبلاتو، تفضلوا. على هذه الارض ما يستحق الحياه، نعم على صفح جبل سمامه ما زال هناك ما يستحق الحياه. البارح لحد 29 جانفي 2017 تم اعلان سمامه عاصمه كونيه للثقافه الجبليه. المنطقة هذه المصنفة خطيرة واللي سقطوا فيها عديد الشهداء وامتزج فيها دم الأمنيين والعسكريين والمواطنين، عاشت البارحة على وقع عرف ثقافي حقيقي شد أقبال كثيف من الأهالي. التظاهرة هذه جاءت بمبادرة بالمؤسسة ترامبورغ اللي اختارت سمامة حتى تجسد فيها حلم ثقافي هو إقامة المركز الثقافي الجبلي الأول من نوعه في تونس بتكلفة قيمتها نصف مليار. المشروع هذا كان الفضل الكبير في تحقيقه واحد من أبناء الجهة، هو الناشط عدنان الهلالي اللي تبرع بقطعة أرض تمسح هكتار باش يحقق الحلمة هذه ليه والأبناء جهته والتونس. اللي يجي لجبل سمامة ويقابل الناس متاع جبل سمامة ما ينجمش ما يتمسش، ما ينجمش ما يميل لهمش، ما ينجمش ما يحبهمش، ما ينجمش ما يجيش لهنا ويعمل حاجة. يعني أنا بالنسبة ليا وقت اللي شفت عدنان وقت اللي حكى معايا ما كنتش نجم نقول يا ربي إن شاء الله نهار يحقق الحلم نتاعو، ليه لازمني أنا ما كنتش نحس بروحي تافهة، يعني إيش قاعدة نعمل؟ أنا قاعدة نتحسر، إي باش نتحسر إيش عملنا وجا مليح، هذاك علاش قلت وما عادش فيها توا تحسر يلزمني نعمل حاجة. البارح سمامة والقصرين غناوا للحياة، التظاهرة هذه أحيوها عديد الفنانين منهم الفنان ياسر الجرادي اللي غنى وحمل معاه رسالة فنية لأهالي المنطقة. أهالي المنطقة هذه خاطر هم أكيد متعرضين لضغط أكثر من الناس كل، دونك مهم جدا أن نفسوهم بشوية ثقافة، وثانيا بالنسبة للأجيال تاعهم أن نحصنوهم على قد ما نعطوهم ثقافة على قد ما نحصنوهم من أنهم يطلعوا للجبل ويولوا من الجهة المقابلة. الحضور لم يكن تونسي فقط لكن زاد أجنبي وفنانين وممثلين جاءوا من عدة دول من العالم. لا يجب إهمال الثقافة، يجب الاعتناء بالأهالي، يجب الحرص على التعليم، ولا أتحدث عن تقبل التعليم بل عن أخذ المبادرة. أنا حقا مبهور بهذه المبادرة، يجب مواصلة الخلق والإبداع بقطع النظر على الأعمار، حذاري من التضييق على الثقافة. سمم عاصمة كونية للثقافة الجبلية حلمة فضل مجهود أولاد المنطقة والمجتمع المدني تحولت لحقيقة، تقول أن سمامة ليست منطقة حاضنة للإرهاب بل هي منطقة تحيا وتصمد وتحارب خفافيش الظلام بالفن والموسيقى وحب الحياة.
هذا هو حب الحياة اللي نتحدث عليه اليوم. نحكيه على ثقافة في منطقة حدودية أشهر ما تقال فيها هو الإرهاب وإنه حاضنة للإرهاب. لا احنا اليوم المثقفين نتاعنا يتحركوا وموجود بحضية عدنان هليلي حتى يعطينا فكرة على الإيفينمون اللي كان البارح في القاسرين. مرحبا بيك عدنان، تحية ليك. مرحبا بيك، لاباس؟ يعيشك نفسي. جبت لي الدوكيومونتاسيون والدنيا الكل والبينس نتاع ليفينمون. تفضل عدنان، يعطيك الصحه. مادام انا ركبت البينس نتاعي نتاع القاصرين اللي هي كيفاش نقولوا احنا، خليني نقرا ليفينمون كما هو، سمامه عاصمه كونيه للثقافه الجبليه. قبل ما نحط انا البينس نتاعي باش نستدعكم انه تستقبلوا معايا فنان ذكروه الاسم على خاطر نحسوه الكلنا هنية اللي ماشي في ثنية صحيحة، وان شاء الله يا ربي يجي نهار ويولي فنان وقت اللي يلقى شكون يدعمه، وقت اللي يلقى بلاصة ينشط فيها ويوصل صوته. برشا شافوه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولي فيديو نتاعو عملوا برشا دي بارتاج. خليني نستقبل علي اللي جينا من تبرقة. مرحبا بك علي. مرحبا علي، شنو احوالك؟ تبع لاباس؟ انا باش نعطيك بلاصتي واليوم انت باش تكون اقوى واحد في البلاتو هذايا على خاطر انت شاب تونسي مغروم بالموسيقى. باش نحكي معاك بعد شويه، ما خليني نبدا مع عدنان اللي هو يجينا بايفينمون كبير برشا. عدنان نتحدثوا على جبل سمامه اللي كيما قلت قبيله اكثر حديث صار عليه وقت العمليات الارهابيه وكل شيء، لكن البارح اكتسحتوا جبل سمامه بعدد كبير من المثقفين والناس، ونتحدثوا ثقافه ونتحدثوا عروض فنيه، وشفنا الناس الكل اليوم صبحوا يحكيوا على ايفينمون هذا والتوانسه فرحانين به برشا. بالفعل، وهذا هو المهم في تونس، الجبال التونسية اللي وللأسف يعني خذت بعد إعلامي آخر في العويمات اللي فاتوا، ولينا نسمو في القاسرين منطقة حمراء، القاسرين منطقة خضراء بامتياز. 30% من غابات الجمهورية التونسية في القاسرين، سمامة والتيوشة والشعامبي وسلوم والأجرد وكلهم يعني بولحناش وسنك، هذه الجبال هي جنان تونس، ويلزم ندافعوا عليها كل من موقعه. ونحن كمثقفين وأبناء المنطقة كانت لنا يعني هذه الفكرة، وكان هذا المشروع اللي مش مجاز وفيه برشا فعل. بعد يعني التظاهرة نتاعنا البارح اللي هي الإنزال الثقافي الثالث، الحكاية قديمة ونابتة يعني عندها عروقها في المنطقة، ما جاتش ردة فعل، وإنما هي بطبيعتها نابتة مع الشيح ومع الكليل. الإنزال الثقافي الثالث كان فرصة باش نعلنوا سمامة عاصمة أو العاصمة كونية للثقافة الجبلية، وهذا مهم على خاطرش الرعاة تذوما الله يرحمهم مبروك السلطاني ونجيب القاسمي والشواشي، هما مثقفون، هم مبدعون على طريقتهم، هم وطنيون وتونسيون بالغريزة ودون تأطير ودون لافتات ودون مسيرات. البارح حسيت لي فما إقبال من الناس اللي موجودين في الحوايز غاديكا، شنو يقولوا لك الناس كي قابلتهم؟ هل فرحانين بأنه وصلتوا لهم بالثقافة وباش تتمركزوا غادي، لأنه مسرح موجود، المسرح سيد وما عادش نجموا نعملوا حاجة أخرى إلا المسرح والثقافة والفن والموسيقى غادي. البارح يعني يمكن وصلوا 1000 متفرج حاضرين، يعني العدد يعني أبهرهم، يعني في هذه الأرياف التونسية اللي خليناها للفراغ والطبيعة تأبى الفراغ، ونحن بصدد جني ثمار هذا الفراغ اللي هو الإرهاب، كانوا حاضرين نوعيا وكميا، يعني جمهور متلهف للثقافة. ونصور بلي تا وقته باش الثقافة تمشي للعمق التونسي، تمشي لهذه الأغوار، وإذا كان 30 إرهابي 30 جدع يجي يعلن سمامة ولا سجنان إمارة، احنا بمئات الفنانين نعلنوها عاصمة كونية للثقافة الجبلية. يعني الثقافة مش فقط للتصدي والدفاع، وإنما للهجوم، للتمترس في هذا في قلب تونس وعلى قمامها، وهي هذه القمم الشامخة سمامة والشعامبي وسجنان وخمير وسليمان. به يعطيك الصحة عدنان، أنا باش نستدعك أنه نحكيه شوية مع علي. علي عسلامة ساعة. عسلامة. أنت جيتنا من تبرقة؟ به قرب شوية الميكرو. منين جيت؟ من تبرقة. وين في تبرقة؟ الخضيرية. الخضيرية. به قل لي علي، احنا تو كنا نحكيو على ثقافة، بحذيك مش بعيدة على الدار، عندك مركز للثقافة، عندك نادي، انت تحب تغني، عندك وين تمشي باش تغني في تبرقة؟ لا. ليه؟ لوشت وما لقيتش ولا انت ما لوشتش؟ ما لقيتش. ما فماش؟ مالا كيفاش تعمل انت باش تمارس الهواية متاعك؟ وين تمشي؟ اي بقى.
اي بقعه؟ احنا شفنا الفيديو نتاعك اللي انت في الشارع هكا تغني في الغابه في الطبيعه، تسجل وحدك وتهبط على فيسبوك باش الناس تسمعك، ما لقيتش طريقه اخرى باش هكا تترينا اكثر، تشوف شكون يأطرك، كيفاش تعمل؟ ساعة اسمعني اسمعني، اجي انا وياك شنو نتفاهموا، دور لنا هكا خاطر هكا الكاميرا من غادي باش يشوفوك الناس وكي يعرضوك في الشارع يعقلوا هذاك عليه. ساعة قول لي الناس في، انا كي كلمت امك حكيت معاها قالت لي الشاب عليه صحيح وليت شاب وتغني معناها موزيكا ومعترفين بيك غادي في تبرقه يعرفوك الناس كلها. اي به ايش قولك نسمعوهم تو؟ شنو تسمعني؟ ما مطارت. يا حمي مطارت، حافظينها جمهور؟ اي عاوو شوي. اي اي كلمة عندك ميكرو اليوم فنان تونسي كبير باش تكتشفو، يلا عليه. يا حمامة طارت طارت للعالي علي تشكيلو يا يا لميمة يا ما علي تشكيلو علي تشكيلو يا زهري يا ما واش ندنيلو يا لميمة يا ما كان جا قولي لوا كان جا قولي لوا اي نمشي نشكي نشكي للسيدة اي ولد اللبا يا لميمة يا ما سيد ولد اللبا اي ولد اللبا عمرك شي الخيل شي عمرو يتربى يا حمامة طارت طارت للعالي علي تشكيلو يا لامي ما يا ما علي تشكيلو علي تشكيلو يا زهري يا ما واش ندنيلو يا لامي ما يا ما كان جي قولي لوا كان جي قولي لوا. يعطيك الصحة. شقولك شقولك في الجمهور؟ شقولك شقولك في الجمهور؟ ها سي وليت عندك جماهير وان شاء الله عفيفنية صحيحة ان شاء الله. به عدنا نحب نسالك صغيرات هذوما اللي مغرومين، كان نحكيو موزيكا كان نحكيو بانتور كان نحكيو شعر كتيبه اللي نحبوا احنا، شنو نعملوا لهم وقت اللي احنا في المناطق نتاعهم ما فماش شكون ياثرهم؟ كيفاش يلزم تكون الخدمه؟ يعني المقترح نتاعنا مش عروض موسميه بمناسبه ايام قرطاج السينمائيه ولا المسرحيه اللي نحبوها واحنا تربينا عليها ونجوها ونركبولها من عمق التونسي باش نتفرجوا عليها، لكن ان نبرمجوها باش نزينوا بها شويه الواقع الثقافي الداخلي. بصراحه هذه نشوفوا لها حكايه ما عطتش اكلها، لازم تكون ثم مشروع ثقافي للجبال التونسيه، وهذا هو المقترح اللي قدمناه. عندنا اول مركز ثقافي جبلي في تونس وفي الوطن العربي، اجل نحن الجبال نتاعنا في البلدان العربيه خليناها للنسيان للاهمال، وين مع الوقت يعني جابت الفقر والتهميش ولت اوكار الارهابيين. انتم بديتوا بالقصرين، فما مشروع انه باش نمشيو لبلاصه اخرى؟ احنا بدينا باول مركز ثقافي جبلي تبنات مؤسسه الفا رنبور، يعني ميزانيته اكثر من نص مليار، لكن نحن نحب نقدموا مقترح لمركز ثقافي جبلي يراعي هذه الخصوصيات ويعتني بهذه الاصوات على عين المكان للتصدي للنزوح. اجل النزوح يعني ظاهره خطيره في الوقت هذا باش يبقوا الصغيرات نتاعنا على المنصات وينشطوا، وان شاء الله هو مقترح نتاع مشروع نموذجي ان شاء الله وزاره الاشراف وزاره الشؤون الثقافيه تتفاعل يعني مع مثل هذه المقترحات كي تسهم فعليا في تثبيت مواهبنا واصواتنا حناجرنا وبراعمنا ومبدعينا في اماكنهم للتصدي على الخط الاول للنار الى الارهابيه والظلاميه الداهمه. باهي نحب نختم معك انت علي، قولي علي باش تحلم شنو تستنى من الدنيا هذه؟ شنو تحب تولي نهار اخر؟ نحب نولي مرة نتبع الفنانين نولي فنانة. كيفاش سامحني؟ نكبر ولي نحب نخدم فنان. تحب تخدم فنان؟ باهي. والعائلة مشجعينك؟ ايه. امك موجودة معاك في الكواليس تم عزيزك او الناس الكل بيبي ولا شكون؟ تراه قولي شكون جاي معاك من تبرقة؟
أمي وبابا صالح وفدوة وعمي مقداد وعمي خميس. هذوما ظاهر لي الخميس الراعي للفنان عليا، ان شاء الله ربي يوفقك عليه، ان شاء الله نشوفوك نهاري اخر فنان كبير، والاهم انه نلقاو شكون ياثر عليه وشكون يدعمك، وان شاء الله نلقاو نوادي ثقافيه بحذاك حتى تمشي تغني فيهم. ان شاء الله ربي معك علي. نشكرك برشا عدنان زاد انت اللي كنت موجود بحذانا اليوم. نوصلوا معكم لختام موعدنا، هذا موعد اليوم الوطنيه مباشر، خليك بحذايا. غدوه ان شاء الله نتقابلوا في نفس التوقيت 6:30 على القناه الوطنيه، اخباركم حكاياتكم صوت التوان سيوصل من خلال موعدنا اليومي على الوطنيه. نخليكم مع النشره الرئيسيه للاخبار، نتلقى غدوه ان شاء الله في لمن الناس كل. صباح الخير. كل الدنيا ظلام والنسمة باردة، لا عنده كلام لا عنده أحلام، فراغ والعيون شاردة، نهار خريف كله سحاب، الدنيا ظلام والنسمة باردة، لا عنده كلام لا عنده أحلام، فراغ والعيون شاردة. شبيك نسيتيني أنا اللي اسمك كاتب على جبيني، وريحة هواك مخبية في جنيني، مهما جفيتي عمري ما ننسى. شبيك نسيتيني أنا الفرشيشي والعياري والهمامي، جندوبي راسي الفوق يا خضرا عاشق.